راه الحجر الصحي جا باش خاف على صحة المواطنين، باش ما يكونش عندنا داك نسبة الفتك اللي كانت في الدول اللي متقدمة. ما يمكنش حنا تنجيو حتى امتحانات البكالوريا وغادي نضربوا جميع الاحتياطات بعرض الحائط. دونك كانت مجموعة ديال الإجراءات خصها تتخاد. الإجراءات اللي جاتنا من توجيهات الوزارية، أولها أنه للحد من تنقل التلاميذ خصنا مراكز الامتحان تكون قرب مقر سكنهم. وكتعرفوا بأن أغلبية التلاميذ يدرسون بالمؤسسات اللي كتكون في الأحياء ديالهم. دونك شنو درنا؟ خلينا التلاميذ ديال كل جامعة في الجامعة ديالهم. التلاميذ ديال الصخور السوداء سيجتازون الامتحانات في المؤسسات المتواجدة في تراب الصخور السوداء. نفس الشيء بالنسبة لجامعة الحي المحمدي ونفس الشيء بالجامعة عين السبع. الإجراء الثاني أنه يجب الحفاظ على التباعد المكاني ما بين المترشحين، اللي هو محدد في أمتخ بين المترشح والمترشح. في سنوات الفارطة عدد الطاولات داخل حجرة الامتحان كيكون ما بين 20 إلى 22، لكن ما فيش تباعد. هاد السنة هادي 10 طاولات في كل حجرة دراسية، 10 طاولات. الإجراء الثالث هو أنه يجب الاشتغال في فضاءات كبيرة ومفتوحة، كمنشآت رياضية، كقاعات كبرى داخل المؤسسة التعليمية، يعني نخرجوا من داك القسم اللي محدود في المساحة ديالو. إجراء آخر هو أنه سنوات الفارطة كيكون عندنا امتحان وطني في 3 أيام، جميع الأقطاب، جميع الشعب، جميع المسالك تجتاز امتحانها من في نفس الوقت. هاد السنة لا، هاد السنة عندنا الجهوي ديال الأحرار بوحدو، لأن ملزمين دوزو الجهوي ديال الأحرار. مرشح حر خصو يكون عنده نقطة جهوي، لأن المتمدرس قلنا راه بقات في سبتمبر، غيكون يوم 1 و2 جميع المترشحي الأحرار غادي يدوزوا الامتحان الجهوي ديالهم في مراكز متعددة. بالنسبة للثلاثة وربعة غيكون الامتحان الوطني الخاص بقطب الأدب، يعني مسالك الأدبية اللي غتكون هي مسلك اللغة العربية، التعليم الأصيل، الشريعة، الأدب والعلوم الإنسانية، هذوك غادي يكونوا امتحان خاص بهم نهار 3 و4. غيسالوا الوطني ديالهم، غنعاودوا نشتغلوا مع القطب العلمي والمهني والتقني بأنواعه. يعني هذا قطب بوحده غادي يدوز نهار ان شاء الله نهار 6 و7 و8. هذا الاجراء هذا غينقص لينا من عدد المتوافدين على المراكز، يعني غادي يكون خفيف شويه، قسمناه ما غاديش يكون عندنا ازدحام. حاجه اخرى انه جميع المراكز المعنيه بالامتحان، بالنسبه لعين سبع عندنا 20 مركز، جميع المراكز ديال الامتحان ستعرف تعقيم شامل من طرف السلطات المحليه. وهنا من هذا المنبر كنقول للوليدات والاسر، راه حنا خايدين جميع الاجراءات باش يكونوا ولادكم في امان. غير خصهم يعاونونا حتى همايا باش يوعيوا وليداتهم، يلتزموا بالتشوير ويلتزموا بالتحسيس اللي كيقوموا به المراكز في هذيك العمليه. سنشتغلوا بالطاقه الكليه ديال الموارد البشريه اللي كتوفر عليها المديريه الاقليميه، يعني غتكون اساتذه ديال الثانوي التاهيلي واساتذه ديال الثانوي الاعدادي والاساتذه ديال المؤسسات الابتدائيه، يعني كلهم توصلوا دابا بالاستدعاءات ديالهم وكلهم مستعدين انهم يقوموا بهذه العمليه. دونك غادي يبدا التصحيح من بعد نهايه كل ماده، غيكون الاساتذه ديال الثانوي التاهيلي مطالبين انهم يخليوا الحراسه ويمشيو العملية في التصحيح. دونك هنا كان ضروري ولزاما أنه الكل يتجند للقيام بهذا العمل الوطني. وكل قسم في القاعة عنده مراقبين اثنين. التلميذ غيتحل الباب مع 7 تاع الصباح في جميع مراكز امتحان، كنا كنحلوهم مع 7:30، يعني نصف ساعة قبل الامتحان. هاد السنة استثناء، غنحلو ساعة قبل الامتحان. علاش؟ باش نحدو من داك الاكتضاض والمتأخرين اللي كانوا غيكونوا عرقلال. وغادي يكون عملية تاع التشوير احنا بادين فيها من اليوم، عملية تاع التشوير، يعني هذاك الولد اللي غيدخل للقاعة، داك المترشح اللي غادي يدخل للقاعة عنده عملية تاع التشوير واضحة جدا من الباب الكبير، من المدخل الكبير. إلا عنده الرقم
ديالو في الامتحان تيبحث علاش من القاعة عنده الرقم، غيلقى القاعة ثلاثة مثلا، ملي تيدخل هو للقاعة كتبان له البانو التشوير ديال القاعة ثلاثة، غيمشي ديريكت للقاعة ثلاثة بحال دخل المركز عادي. وكلفنا تما كاينة اللي اعتبرناها مركز مستقل، المؤسسة فيه رئيس مركز عنده العمل في هذيك القاعة لا غير، ما عندوش عمل آخر، وفيه ملاحظ، وفيه طاقم إداري متكامل، وفيه عدد المراقبين اللي خصو يكون داخل كل حجرة دراسية، يعني بمعدل زوج تاع المراقبين في كل حجرة، يعني 20 قاعة تما كاينة تقريبا، غتكون عندنا يكون عندنا 40 أستاذ. خاص غير الآباء وأولياء الأمور يتعاونوا معنا، يدوا حدا ما تتصفقش، انا غندير التشوير، غندير لي زافيش، غادي تمشيو غتلقاو بان المديرين يعني بدعوا في عمليه الحفاظ على التباعد المكاني، وبدعوا في مجموعه ديال المسائل اللي جديده علينا في امتحانات البكالوريا، ولكن راهي الا ما ساندتناش الاسر، واقل ما ممكن دير الاسره تقول لولدها تعاود تذكره بهذوك الاجراءات البسيطه باش يتحمى هو بعدا هو الاول، وتوعي بانه راه الا نضبط معنا في الإجراءات اللي حنا تناديو بها، وزارة الصحة كتنادي بها، والحكومة كتنادي بها، راه غيقي نفسه قبل ما يقي الناس الاخرين، راه غيحافظ على نفسه.